أطلق منتدى بدائل المغرب يوم السبت 22 يونيو 2013 فعاليات المناظرة الجهوية الأولى حول الحركة الجمعوية والمقتضيات الدستورية الجديدة الرهانات والتحديات، وذلك في إطار سلسلة مناظرات أطلقها المنتدى في الجهات وعلى الصعيد الوطني تهدف إلى ترسيخ الحوار بين مختلف فعاليات المجتمع المدني والمساهمة في النقاشات الجارية من أجل الأعمال السليم لمقتضيات الدستور الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة والحكامة والعمل الجمعي. منتدى بدائل المغرب اطلق المسلسل، كيف اطلق مسلسلات قبل، كيف اطلق مسلسل حول مبادرة تشريعية، قضية ديال العريضة، كيف فتح نقاشات حول الديمقراطية التشاركية منذ 10 سنوات في إطار المنتديات الاجتماعية. إذن هذه النقاشات كلها اليوم من المفروض أنه غادي تدير تقييم ديال 10 أو 20 سنة ديال الحركة الجمعوية، ثانيا أنه تشوف أشنو المنتوج اللي كاين والآراء اللي موجودة، وثالثا أنه هادشي كله في إطار الاختلافات، في إطار الصراعات اللي ممكن تكون داخل الحركة الجمعوية، أنه تبلور اقتراحات عملية لا فيما يخص الميثاق ديال الحركة الجمعوية، ولا فيما يخص القانون ديال الجمعيات، ولا فيما يخص اللي سمعناه حول التطوع، العمل التطوعي مع الاختلاف اللي كاين ديال الفولونتاريا والبينيفولا، لا فيما يخص السياسات العمومية إلى حدود الساعة في إطار واحد المنهجية ديال الدولة اللي قديمة ديال الخوصصة ديال المجال الاجتماعي، كيفاش يمكن أنه توفر شروط لوجستيكية للحركة الجمعوية باش يمكن لها تشتغل فعلا في إطار المؤسسات ديال الدولة العمومية. وطبعا النقطة الأخيرة وهذا الشيء كله كيقولوا يعني كيف يمكن أنه نطوروا القدرات ديال الجمعيات، ماشي باش تكون من ناحية ديال المانجمنت التقني، التدبير التقني فقط، كيف يمكن أن تدبر من الناحية السياسية مشروع مجتمعي فيه التصور، فيه استراتيجية العمل، فيه التدبير المالي، فيه تدبير ديال الخلافات داخل المؤسسة ديالهم بشكل ديمقراطي، فيه تداول، فيه الإدماج الشباب، فيه إدماج. ولكن في الواقع هو كأننا شعب لا نستحق الحرية، شعب لا نستحق الديمقراطية، وبالتالي كنلاحظوا بأنه كاين تراجع مثلا فهم الديمقراطية التشاركية اللي الدستور قال أنها لا رجعة فيها، كاين إشكال ديال أنه كتفهم فقط بأنه نعطيهم الحق يقولوا رأيهم ونسمعوا لهم ولكن ما نديروش به، كاين التمادي شي شوية في وضع الآليات ديال المشاركة، كاين التمادي في عدم فتح نقاش حول القوانين التنظيمية، لأن كيف ما قلت القوانين التنظيمية جزء من الدستور، وبالتالي لا يحق لأحد أن يستبد بالإفتاء فيها لوحده، لأنه الدستور يحدد العلاقة ما بين المواطنين وما بين الدولة وما بين المؤسسات فيما بينتها، وبالتالي هذا نقاش اللي كيهم كل المواطنات وكل المواطنين، ما يمكنش حكومة بوحدها تنفرد به، وبالتالي خص توسيع النقاش عليه وإشراك أكثر ما يمكن المواطنات والمواطنين، وهذا هو الغرض ديالنا حنا من هاد النقاشات هادو، هو أولا إشراك المواطنات والمواطنين، ثانيا إذكاء النقاش العمومي من أجل بناء المشترك بيناتنا كمواطنات وكمواطنين، وبيناتنا كجمعيات كذلك كفاعلين أساسيين، وفي نفس الوقت هو تقديم مقترحات للحكومة والبرلمان والدوائر المسؤولة من أجل التعبير عن وجهة نظر وطرح فهمنا وتصورنا للديمقراطية التشاركية، الدور ديال الفاعلين الجمعويين، العلاقة ما بين الدولة وما بين الجمعيات، في التمويل، في الضرائب، في مجال الحريات، في واحد المجموعة ديال القضايا. دورنا هو دور المحافظة على انفتاح المجتمع، على تطور هذا المجتمع، على ضمان جميع الفئات في تعددها وتنوعها كما قلت للتعبير عن المجتمع باعتبارهم هم مواطنين وليس رعايا. مجتمع المواطن يفرض أن يضمن للمواطن حريته وأحقيته في التعبير وممارسة حقوقه الفردية والجماعية. التحدي الجوهري الكبير الآن وهو الموقع ديال المجتمع المدني في الخارطة السياسية كلها المجتمعية، وإما غادي يكون
من الناس اللي كيخدموا السياسات العمومية، وإما غادي يبرز فعلا كسلطة مضادة. هذا هو الدستور كيحطو في موقع بحالو بحال الأحزاب السياسية. فإذا من المفروض أنه كل هذه المعركة اللي غادي تجي حاليا أنه يكون في هذا الموقع ديال سلطة مستقلة مضاد. ولكن طبعا هذا كيعني بحال اذا كاين شي نوع ديال الانسجام داخل ما يسمى بالمجتمع المدني، ولكن نخليوه فقط في الحركه الجمعويه، كيفاش يمكن من جهه هذه السلطه تبرز في اطار الاختلافات اللي موجوده وفي اطار المسائل ديال نقاط الضعف داخل هذه الحركه الجمعويه على جميع المستويات، على جميع التدبير الديمقراطي، الشفافيه، الى اخره، هادشي كله باش يمكن على الاقل في نقطه واحده يكون عندهم صوت واحد. لا نريد ان نكون فقط اداه لتطبيق السياسات العموميه، نريد ان نكون فعلا سلطه كتفرض الموقع ديالها وكيمكن لها فعلا تسير في اتجاه بناء الديمقراطية داخل. هذا هو التحدي. عرفت هذه المناظرة مشاركة أزيد من 100 جمعية ممثلة بأزيد من 180 مشاركة ومشارك من مدينة الدار البيضاء والنواحي، أشادوا بمبادرة منتدى بدائل المغرب، حيث بعد مناظرة الدار البيضاء وأسفي فإنه من المقرر تنظيم مناظرات أخرى في جهات عديدة بتشارك مع الأنسجة والشبكات الجمعوية وبمشاركة المئات من الجمعيات.